بابي يا بابي. ايه يا حبيبتي عايزه ايه؟ عاوزه نخرج نتفسح في الويك اند بكره. حبيبتي نتفسح ايه تاني؟ انت مش شايف بابي مشغول ازاي يا قلبي؟ انا مش فاضي اهرش. شريف شريف، شفتي يا شريف؟ عم عادل منزل فيديو على الفيسبوك وهو بيرقص. بص وريني. يا نهار ابيض، ده عامل 100,000 لايك. انت متضايق من ايه؟ هو مش عاجبك ولا ايه؟ مش عاجبني، احنا بقينا ساكنين في عماره المشاهير خلاص، يعني مصطفى بقى مشهور وعم عادل كمان بقى مشهور، وانا انزل البوست من هنا ما يجيليش عليه غير لايكين، واحد منهم انا والتاني انا. ايه الاحراج ده قدام البنت؟ واضح انك مشغول قوي. عن اذنك زعلتي البنت مني. عن اذنك، انا عاجبني جدا حماسك الوطني ده، وعايز اقول لك ان مصر محتاجه لاولادها اللي زيك علشان تبقى دوله عظيمه. وانا في خدمه مصر يا باشا. لا بجد، انا عاجبني جدا احساسك ومشاعرك الجياشه. في الظروف اللي زي دي لازم فعلا مشاعري تبقى جلاشه. لا يا جلاشه طبعا. جلاشه ايه يا ابني؟ مشاعرك الجياشه، عارف الجياشه. مش مهم مش مهم مش مهم، هبقى هشرح لك بعدين. وانا لازم ادافع عن بلدي. أنا مش أقل وطنية من أي حد. أنا مش أقل وطنية من الأستاذ محمود ياسين. ماله محمود ياسين؟ ده حارب في أكتوبر 73 بتاع 7 مرات وما حصلوش أي حاجة. وكل ده ليه؟ عشان مصر. يا عيني على الكلام. أنا مش أقل وطنية من الأستاذ محمود عبد العزيز واللي عمله في رأفت الهجان 3 أجزاء، ده عمل شوية شغل. وكل ده ليه؟ عشان مصر. يا سلام على الكلام. أنا مش هسكت. مش هسكت مش هسكت يا مصر، مش هسكت. هتعمل ايه يعني؟ هحارب الاحتلال زي الاستاذ فريد شوقي في فيلم بورسعيد، زي الاستاذ محمد فؤاد في اسماعيليه رايح جاي. احنا كده قلنا كل الافلام والمسلسلات اللي حصلت خلاص، نسيني حد؟ انا مش اقل وطنيه من الاستاذ هشام عباس. وده عمل ايه ده كمان؟ انا قلت اقول اسمه بس عشان يزعل ولا حاجه. لا كده انت طمنتني عليك خلاص. وحياتك يا بلدي سحابه وهتعدي. انا هسيبك شويه وارجع لك تاني. والله يا بلدي هتعدي، والله يا بلدي، والله. اشربي معايا شويتين شاي كده. طب مفيش بس كيلو سكر عشان مصر ولا حاجه؟ بابا ما بقاش فايق لنا خالص يا كريم، طول النهار بيفكر هيكتب ايه على الفيسبوك. وماما كمان ما بقتش بتعمل اي حاجه غير انها تقعد تتابع الكومنتات واللايكات اللي عند بابا. وانا كمان بابي بقى طول الوقت متضايق وزعلان عشان أونكل عادل وأونكل مصطفى بيجيبوا لايكات كتير وهو لأ. أنا نفسي نخرج نفسح بقى. وأنا كمان. مين سمعك؟ وأنا كمان.